الحاجه اللي ممكن تعملها الكلام ده بقى هي بنسميها ديسكريت فوريير ترانسفورميشن. احنا قبل كده كنا بنتكلم على ديسكريت تايم، هنا بنتكلم على ديسكريت بس، ديسكريت فوريير ترانسفورميشن. الحقيقه ديسكريت بس كده معناها ان انا بتكلم على حاجه ديسكريت في التايم وفي الفريكوانسي، يعني يعني عندي ديسكريت تايم وديسكريت فريكوانسي الاثنين مع بعض. دي بتعتمد على ايه الفكره بتاعتها بقى؟ ان انا لو عندي السيجنال بتاعتي بيريودك وسامبلد، اوكي، بتروح الناحيه الثانيه للسيجنال او للفوريير ترانسفورميشن بتاعها بيبقى عباره عن برضو حاجه بيريودك وسامبلد. يبقى معنى كده لو هي بيريودك وسامبلد يبقى انا محتاج بس يبقى عندي وان بيريد، اوكي، من السامبل سيجنال دي في التايم دومين، وابقى برضو ممكن احسب وان بيريد من الفوريير دومين بتاعي اللي هو بيبقى بيريودك وسامبلد. يبقى انا معنى كده بحسب عدد محدود في التايم وعدد محدود في الفريكونسي، يبقى الكلام ده منطقي، الكلام ده ممكن يتعمل على الكمبيوتر. اوكي، فالدي اف دي هم فعلا ديفايند بالظبط بكده، ديفايند ان هو الفوريير ترانسفورم اوف ا سيجنال ذات از بوث ديسكريت اند بيريودك. اوكي، فعشان كده الفوريير ترانسفورم هيبقى ديسكريت وبيريودك. واحنا اكشولي لو احنا عندنا السيجنال بتاعتنا، لو فرضنا عندي سيجنال لها كومباكت سبورت بالشكل ده كده، اوكي، انا دلوقتي لو عندي سيجنال بالشكل ده كده كنت مضطر ان انا اقعد احسب، لو انا بحسب بقى الديفينيشن بتاعي يعني في التايم دومين والفريكوانسي دومين، الديسكريت تايم فوريير ترانسفورميشن بتاعي هيديه الناحيه الثانيه كونتينيوس فوريير ترانسفورميشن، كونتينيوس يعني الفوريير ترانسفورميشن بتاع دي تي اف تي الناحيه الثانيه بيبقى كونتينيوس، ما بيبقاش بيريودك، ما بيبقاش قصدي سامبلد. كويس، فعندي مشكله ان انا احسب حاجه زي كده. انا لو عندي مجموعه سامبلز ومش عارف ايه اللي قبليها وايه اللي بعديها، فرضا حاجه زي كده يعني 3 4 سامبلز واخدهم زي ما بعمل مثلا في الدنيا كده، باجي اعمل سامبلنج لكوانتيتي معينه، انا بعمل سامبلنج عند وقت معين وبنتهي عند وقت تاني، ما بقاش عارف ايه اللي حصل قبل كده وايه اللي حصل بعد كده. فليه ما اعملش اسامبشن بدل ما كنت بعمل اسامبشن انها زيروز قبل كده وزيروز بعد كده، ليه ما اعملش اسامبشن انها بيريودك؟ لو عملت اسامبشن انها بيريودك هتفرق معايا كتير جدا. لو انا عملت اسامبشن ان هم زيروز يبقى معنى كده لازم استعمل ديسكريت تايم فوريير ترانسفورميشن اللي هو بيوديني الناحيه الثانيه في الفريكوانسي دومين، السيجنال بتاعتي او الفوريير دومين بتاعي بيبقى كونتينيوس. لو انا افترضت انها بيريودك يبقى معنى كده الفوريير دومين بتاعي هيبقى ديسكريت، فطبعا ديسكريت هيبقى ابسط لي كتير جدا واقدر احسبه على الكمبيوتر. الديفينيشن بقى بتاعي بيبقى بالشكل الاتي. الدي اف تي اللي هو الفورورد دي اف تي بيبقى عباره عن، بسمي بقى الفاريبل بتاعي بتاع الفريكونسي كي، والفاريبل بتاع التايم لسه برضو كي، لسه برضو ان. اوكي، فيبقى عباره عن اكس اوف ان اي تو ذا ماينس جي توايس باي ان كي اوفر ان. اوكي، والكي من 0 لغايه ان ماينس 1، يعني فريكونسي رينج بتاعي من 0 ان ماينس 1. بتكلم على الكلام ده ان هو ان بوينت دي اف تي. اوكي، يبقى هو بيريودك في التايم دومين ببيريود ان، وبيروح الناحيه الثانيه برضو في فريكونسي بيريودك ببيريود ان، بس الفريكونسي نفسها بتختلف، يعني فريكونسي مش هنا زي هنا، لا انا بتكلم على الان دي هي الديسكريت فاريبل، انما الرينج بتاعها بكام والاكشوال تايم بتاعي بكام والاكشوال فريكونسي بتاعتي بكام دي بتبقى مختلفه شويه. اوكي، فالاكس اوف كي بتساوي اكس اوف ان اي تو ذا ماينس جي توايس باي ان كي اوفر ان. اوكي، والانفرس هو عباره عن 1 اوفر ان summation من x of k اللي هي الفريكوانسي دومين بتاعي e to the plus j twice pi n k over n، يعني هنا بس هيبقى في نيجاتيف ساين تختلف وفي هنا بس واحد على n محطوطه بره. اوكي، طبعا هنا بيبقى في x of n وهنا في x of k. اوكي، فبيسكلي اي فاليو ثانيه ل x of n و x of k بره الرينج بتاع 0 ل n minus 1 بعتبر ان انا عندي periodic extension من نفس الفانكشن. اوكي، فهي بيسكلي احنا هنا بنحسب ال n values وهنا بنحسب ال n values اللي هم عباره عن period over periodic signal. اوكي، فدي طبعا assumption هيسهل عليا كتير جدا ان انا في الوقت الحالي مش محتاج ان انا احسب n points. اوكي، ومش محتاج ان انا اعمل غير n additions او يعني بجمع n terms بس في كل واحده من ال inverse وال forward transformations. ناخد برضو في اعتبارنا حاجه مهمه قوي ان الدي اف تي دوت ما هواش حاجه مختلفه عن الفوريير ترانسفورميشن عادي اللي هو الكونتينوس فوريير ترانسفورميشن، ده عباره عن حاله خاصه وهتكلم على الفرق بينهم بعد شويه صغيرين.